ايوه انا اسمي جلال سلطان رجب. ايه ظروف اعتقالك يا استاذ جلال؟ والله مجرد اشتباه، واحنا قاعدين في السعوديه من اكتر من 18 سنه. انا عندي 6 اولاد مولودين في المدينه، وكنا مرتبطين بالبلد وفرحانين بيها، وقعدنا يعني احسن فترات حياتنا، ولكن فوجئنا بتغير في اسلوب التعامل مع المتدينين وكده، وبيعتبرونا ان احنا ناس متمردين على بلدنا او خارجين من بلدنا، ما لناش ولاء ببلدنا. قلنا لهم عادي، احنا بس بنحب البلد دي وبنحب ان احنا نموت في المدينه لان دي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن للاسف يعني هم بيسيئوا الظن وبيعتبرونا ناس مش مرغوبين يعني. فقلنا لهم خلاص سيبونا روحونا. لكن مده اعتقال حضرتك؟ والله فضلت سنتين ونص الا شهر، يعني يوم 20 ان شاء الله 10 يكون سنتين ونص بالظبط. هل حدث انتهاكات لحضرتك داخل المعتقل؟ طبعا كل فتره الاعتقال تعتبر فتره ارهاب وفتره قهر، يعني ما رأيت زيها في حياتي أبدا. نفضل قاعدين في السجن طول الفترة، بنعتبر انفرادي، مجرد يقعدوا معاك كام واحد، 2 3، وتقعدوا في أوضة ما تطلعوا من الأوضة طول الوقت، طول السنين نقعد قايمين نقوم وننام هو نفس الشخص قدامك، وقاعدين الباب مغلق علينا، الأكل يجي لنا من فتحة الباب، إذا طلعنا مستشفى ولا حاجة نطلع متغميين ونطلع متكلبشين. كله ده قهر وكله ده يعني أذى يعني لا يعلم إلا الله، يعني أصابتنا أمراض نفسية وقهرية ما كنا نتخيلها أبدا. يعني كثير من الناس بقت يحصل لها حالات، اللي يقوم يصرخ بالليل، اللي يقوم يعني من الواقع اللي احنا عشناه ما كناش نتصور ان احنا هنعيش الواقع ده أبدا. يعني السجون اللي فيها المخدرات واللي فيها الحرامية مستريحين جدا وبياخدوا راحتهم وبيطلعوا حوالين بيطلعوا يلفوا واخدين كل الحريات وعندهم اتصالات، لكن للاسف احنا مقننه، كل حياتنا مقفوله، ما نعرف نشوف حد، كله غمى، الاوضه ما نطلع من الاوضه الا والغمى على عيني. هل وجهت لحضرتك تهمه معينه؟ ما وجهوا لي اي تهمه، والحمد لله سنتين ونص طلعوني بدون اي محاكمه بدون اي شيء. يعني لا لا، لم تقدم للمحاكمه طوال السنتين ونص؟ اطلاقا والله ما تقدمت للمحاكمه ولا في حاجه اتحكم عليها. كان معايا كتاب تاريخي بيحكي قصه اخوان المسلمين في مصر، كتاب اسمه البوابه السوداء، كانوا قايلين لي انت ليه بتحتفظ؟ قلت لهم ده كتاب تاريخي، واي واحد بفتره من فترات الثوره، اي واحد مثقف بيحب يقرا الاشياء دي. وفي الاخر فوجئت ان انا وانا طالع حتى ادوني هذا الكتاب معايا من ضمن الامانات اللي كانوا محافظين عليها. حضرتك بتحمل مين مسؤوليه ظلمك مده سنتين ونص؟ والله انا بحمل الحكومه السعوديه، لان هي مين يا فندم بالظبط؟ والله طبعا وزاره الداخليه هي يعني هي اقرب حد هو اللي بيتعامل معنا، وزاره الداخليه ومعروف وزاره الداخليه. حضرتك بتنتوي رفع قضيه لاستعاده حقك؟ والله اتظلمت ظلم كبير، وكل الشغل اللي كنت بشتغله انهار، وخسرت خشب كنت بشتغل في المدارس، خشب يعني ممكن يوصل 100,000، وخسرت الشغل نفسه، خسرت الشغل ممكن اكثر من 100,000، واولادي اتبهدلوا بهدله هنا، اتعرضوا لذل ما حصل. ايه اللي حصل لهم هنا؟ الذل، مش لاقيين مكان يقعدوا فيه، لدرجه في الاخر قعدوا في بدروم في اوضه واحده، 6 اولاد قعدوا في بدروم مش لاقيين مكان. احنا كنا مرتبطين بالسعوديه وكنا ناويين نرجع، فللاسف فوجئنا بهذا الواقع. جم هنا اولاد اتبهدلوا واتذلوا للناس ومدوا ايديهم للناس، لدرجه اولاد 10 سنين طلعوا يدوروا على شغل عشان يكفوا نفسهم. فنسال الله ان ربنا يعوضنا خير، وربنا وحسبنا الله ونعم الوكيل اولا واخيرا. شكرا، واحنا بنوجه دعوه لجميع الحقوقيين في رفع قضايا لاستعاده حقوق المعتقلين المصريين في السجون السعوديه. شكرا. قدام السفاره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاي عشان ابن احمد المعتقل احمد محمد السعيد، مقرب على 3 سنين، وغلبنا فرحنا كل الجهات، ما خليناش ولا مكان، والسفاره والخارجيه. هل في تهمه تم توجيهها اليه؟ لا تهمه ولا محاكمه ولا اي شيء عليه. وسع معاها 4 أطفال، وأنا بيعلني من صغيره، والله هو اللي بيسأل علي، ومعاها عيال، واحترنا ودخنا وبنجم البلاد، ومشاورنا طويل، وتعبنا لسننا نسمح ولا ظروفنا للمشاوير دي، ولا بيجوا كان حاضر وهنشوف وهنعمل ايه، محدش سائل فين. كانت ردود الخارجية بالنسبة للموضوع؟ هنشوف، هنخرج، هنشوف، هنبعت له، كل ده كلامهم معانا. هنبعت، وبقالنا كام سنه مش الوقت بقى. ابن حضرتك هو عائل الاسره؟ هو عائل ومعاه عائل. كام اسره؟ 3 والله، والله عائل 3 اسر.
والله ما أضرار الأضرار اللي حصلت بسبب اعتقال على ولاده ومراته زعلانة وزعلانين ومعاه 4 أطفال وأنا أم وبروح واجي والله ما بسأل عليا غيره هو اللي بيعلم وأبوه ميت وأنا اللي بروح واجي وبجري من 12 سنة وهو شايل المسؤولية عنده 12 سنة وراح والله ما عليه تهمة ولا محاكمة لحد النهاردة وناس جاية من عنده بتقول ما عندوش تهم ولا أي محاكمة نعمل إيه تعبنا والله توجهي رسالة أخيرة للمسؤولين سواء المصريين أو السعوديين للملك عبد الله والطنطا والعصام صالح بنقول لهم أنتوا أبهات وحسوا بيني وارحمونا تعبنا ما عادش فينا حل نروح ونيجي ودي الأطفال 4 أطفال أكبر ما فيهم في سنة أولى ابتدائي والله وأطفال صغير ومحتاجين طب هم عملوا قال العمال دي مين عائل الأسرة الآن؟ هو أبوه ميت من زمان ما فيش حد والله له الا ربنا اللي معانا احسن من الكل هو العائل الوحيد والله شكرا.